وصفتنا الثالثة أم علي بقمر الدين وفستق حلبي. خلطة شوي غريبة، خلونا نشوف المقادير مع بعض. مقادير. يلا. رح نحتاج لكيلو عجينة بوف، نص كوب قمر الدين، نص كوب فستق حلبي، 500 ملي حليب، 500 ملي كريمة سائلة، نصف كوب سكر الأسرة ومع زهر. طيب شوفي حنينه، اول شيء بدنا نخبز عجينه البوف، بنشتريها جاهزه بس انا بس جايب بس عامله قطعتين عشان خبزتهم قبل للسرعه. بالام علي ما بحط عليها بيض. أوكي. في ناس مرات بيحطوا عليها بيض او حليب بدهنوها. انا زي ما هي هيك بهالسهوله حطيتها بالصينيه، بحطها بالفرن. أوكي. لمده 15 دقيقة تقريبا على درجة حرارة 200 لحد ما تصير عندي شقرة بهالشكل. أوكي. تمام؟ تمام. طبعا أنا امبارح رحت جبت الأغراض من السي تاون. أوكي. أنا ما رح أحطهم بالفرن لأنه عندي، بس طلعي الريحة منظر الجاج غير الريحة، المنظر الحلو. رحت جبت الأغراض من السي تاون، جبت الأغراض من السي تاون امبارح. خلاص أسكر ولا ما تسكري. أسكر؟ ما تسكر. ما تسكري؟ ما تسكري. طيب بتشهون وقاعدين. اللي بحبه بالسي تاون حنين إنهم كثير مرتبين، يعني طلعوا المنظر الله لو تشموا الريحة. طيب كل إشي بمكانه، ما بتتغلبي لتلاقي الأشياء. تعاملهم كتير رائع الصراحة، جداً وعروضهم هناك. أنا بحبوا الزبون يكون راضي، اللي كل حدا حتى هلأ عشان أغراض العيد برضو عم عاملين عروض كتير حلوة، فبنصح الكل. وفاتحين فرع جديد بالعبدة ليمون. مظبوط. أوكي. طيب هلا اللي رح نعمله اول جزء، العجينه بعد ما خبزناها رح تصير بهذا الشكل. بدي اكسرها. يا حرام مروه متشهونه، او انا عم بتشهونة. ام علي بس طلعت ما بتحب قمر الدين. انا انه بتعرفي انه مش كثير صح مع ام علي جد. انت دقتي تبعتي قبل؟ يمكن هلا بروح معاكي وحده مش مخبوزه بتخبزيها بالبيت، بس ما تصدق حنين هلا. وبندر بده واحدة. مين كمان بده يا جماعة؟ أنا لين بتعملني لحالي أصلاً. بعدين معنا اتصال، خلينا ناخذ الاتصال معنا. ألو. ألو. ألو ألو. أهلا وسهلا. الله يسلمك، يعطيكم العافية. الله يعافي عمرك. يعطيكم العافية. الله يعافيك. يا جوليا. الله يسعدك، أنا بتابعكم كثير وكثير بحب يعني، أو حتى وقت بتعطونا وصفاتكم بتجنن. حبيبتي. الله يسعدك. الله يسعدك ربي. بدك تشاركي معنا؟ سوري؟ بدك تشاركي معنا بالسؤال؟ اكيد طبعا. ولا بالجبنة صح، وهلا رح نعملها بعد الام علي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لاتصالك. الله يعافيك. ثانك يو يا جوليا. شكرا لاتصالك يا جوليا، وان شاء الله تكوني انت من الرابحين معنا لليوم. هلا شوفي الحلو بقمر الدين رح يدوب شوي كمان، فرح يعطيني حلاوه، عشان هيك ما رح اكثر سكر فيها. وبيعطيني ملمس زاكي. هلا انا ممكن يعطينا لون شوي كمان. ايه ممكن هيك باللقمه بيعطي لون مش ككلها. لا مو قصدي ككلها. يلا خليني اذكر المشاهدين انه سؤال حلقتنا لليوم بيحكي لين عاملت لنا توست، شو هو التوست اللي رح تعمل لنا اياه؟ كتبوا مشاركتكم او مشاركتكم معنا على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في اوفيشل، او عن طريق الاتصالات على الرقم 06-566-50-55 لحتى تزيدوا من فرصه ربحكم. يلا عم نستناكم. طلعي المنظر. عندنا اربع جوائز قيمه جدا جدا جدا. طلعي المنظر. اوكي حطيت الفستق الحلبي كمان. حطيت الفستق الحلبي. اوكي هلا بدي اخلطهم عشان كله يتخلط مع بعضه. يا واو المنظر. اوكي بعد ما خلطناهم هاي شوفي في طريقتين للام علي، في على البارد وفي على السخن. يا على السخن يا حنين ما سلحة مش هعلق خلط بعدين. ضحكتك بس. طيب هلا هون عندي، استني بس نشيل هدول عشان نعرف نتعامل. اوكي اوكي عندي هون يا عزيزتي اجل نص لتر كريمه وعندي نص لتر حليب. هلا هاي الكميه كثيره لهاي، بس انا للعجينه كلها رح اضيف عليهم ماء ورد او ماء زهر وسكر. اوكي هلا ما بنقدر عم بستخدم سكر الاسره لانه حبيباته ممتازه للحلويات بتذوب، يعني ما بتحس بالحبيبه
او الحبه بتكون انها مبينه. هلا في انواع سكر الحبه بتضلها يابسه وبتشعروا فيها لما تاكلوها ما بتدوب. سكر الاسره بدوب على السريع. طيب ايش طب عندي سؤال، لو استخدمنا حطينا شوكولاته مثلا بزبط؟ بزبط نحط شوكولاته. عملنا مره عملت، لا ما عملت هون على الهواء. نقدر نستخدم الشوكولات لوك شوكليت، نقدر نخلطها هون. نقدر نحط لوك شوكليت مع الحليب والكريمه ومنحطها بتصير شوكليت. بنقدر نحط شوكليت شيبس وبندق. اللوك شوكليت في عنا انواع كثير. بنقدر بتعرف في اطباق انا ايش الفستق الحلبي صح. ممكن يزبط معنا بهاي الوصفه صح 100%. بيعطي نكهه طيبه كثير، موجود هاي بلوك شوكليت. بتلاقوا عندهم كثير نكهات متنوعه منها اللي عم نحكي عنها احنا اللي موجوده بطعم الفستق الحلبي. طيب أوكي. هلا بعد ما ذوبنا السكر مع الحليب في ناس بيذوبوه على النار، هذا اللي كنت بحكي لك انه في طريقه على البارد وفي طريقه على السخن. انا عملتها على البارد المستريح. شفتي بلحلك ما بتحسي هيك؟ اوكي مروه ولا هي هون ولا طيب وبعد اوكي بعدين بدنا نحطها بالفرن. أوكي. تمام. هلا رح تتحمر عندي أنا وياكي اليوم، يصير آخر رمضان هو الواحد هيك خلص مبسوط. طيب. مبسوط. هلأ رح أحطها عادي تكون سائلة لأنه العجينة رح تشرب السائل اللي عندي وتتحمر. أحطها بالفرن. بالفرن على قد إيه؟ على تحمير. على تحمير. يعني عندي الدجاج أحطها فوق الدجاج. الحلو بموضوع أم علي إنكم تقدروا تعملوها بفخارات صغيرة. صح. للتقديم حلوة ومنظرها حلو، فبتقدروا أنتوا مش بس بقالب واحد تقدموه، ممكن بفخارات. صح. ممكن بفايركس صغار، هدول أنتوا بتقدروا تتفننوا بالطريقة اللي أنتوا حابين تميزوا ضيوفكم فيها.